هي انه دايما من المشاكل بتواجه ستات البيوت وبتعمل لهم صداع كده الحشرات اللي بتظهر سواء كان بقى في فصل الشتاء او في فصل الصيف، وفي البعض منهم بيستخدم مبيدات حشريه غير مجديه. ايه بقى الحلول اللي ممكن تخلص البيت من الحشرات؟ هل في وصفات معينه؟ هل في تركيبات محدده؟ كل ده هنعرفه جمانة مع دكتور محمد الباز، أستاذ مساعد علم الحشرات الطبية والبيطرية بكلية العلوم جامعة بنها، اللي منورنا معانا عبر تطبيق زوم. بنصبح على حضرتك يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. الموضوع قد يبدو بسيط لكن فعلا ده صداع في رأس كل ست بيت مصرية. يعني بنشوف حشرات بتبقى موجودة في المنزل وفي البيوت سواء في فصل الصيف أو الشتاء. إيه أسباب ظهورها؟ وازاي ست البيت او احنا في بيوتنا نتعامل مع، مش عارف بقى اسمها، الحشرات الموسميه؟ يعني في حشرات بتبقى في فصول معينه ولا لا؟ فعلا في حشرات موسميه فعلا، وعموما الحشرات منتشره على مدار العام كامله يعني. وعموما دايما احنا بنهتم في حاجه احنا بنقول عليها الصحه المنزليه، يعني دايما البيت حضرتك لازم يكون فيه تهويه وفي بيدخلوا اشعه الشمس. هذا العوامل دي بتقلل وجود الحشرات، انما عمليه البيوت اللي هي التهويه بتاعتها قليله تماما او دخول الشمس بتاعها بسيطه، ده بيساعد على وجود الحشرات. غير ان في عوامل كتير جدا سبب وجود الحشرات داخل المنزل، الا وهو وجود المنزل مثلا بعض العوامل زي المنزل القديم او في بعض الشقوق او المنزل مجاور لبعض المكبات القمامه، فده بيساعد على دخول الحشرات من الخارج الى الداخل. هو ان احنا بقول لسيدات المنزل ضروري ان احنا في نهايه اليوم لازم المطبخ ان انا اقفله كويس واشطبه كويس، لان انا لما بسيب بقايا الطعام ده بيعمل جذب العدد من الافات كتير جدا. خاصه المفترض ان انا عندي سله الفضلات المفترض بالليل اقفلها، لان انا لما بسيبها مفتوحه بالليل بيخرج بعض الحشرات انا مش شايفاها، فبتبدا ان هي تتغذى على الـ على الـ على الـ على الكيس الفضلات او بعض الاطعمه اللي موجوده، وده بيساعد على وجودها وان هي تبدا ان هي تتكاثر وتعمل مستعمره داخل المنزل. برضه في بعض الاسباب اللي بتخلي خاصه فصل الصيف الكيس ده بيعمل عمليه تخمر، بالذات لما بتكون في بعض بقايا الطعام، ده بيساعد ان الطعام يتخمر. انا كانسان او انا كربه منزل ما باخدش بالي من الريحه اللي خارجه من كيس الفضلات، بتشم الروائح دي بعض الحشرات اللي خارج المنزل، فبتبدا تدخل من الخارج للداخل. فانا مش شرط عندي لو الكيس عندي فيه عباره عن فضلات جافه او بسيطه ما فيش فيها مشكله، انما انا لو لاحظت ان الكيس بدا يمتلئ ببعض الفضلات الرطبه زي بقايا الطعام، المفترض انا في نص اليوم او على نهايه اليوم لازم اتخلص من الكيس، ما اسيبهوش عده ايام عندي، فده مشكله بيعمل جذب لعدد من الحشرات. برضه من ضمن العوامل اللي بتخلي يحصل جذب او دخول بعض الافات داخل المنازل، لو انا ابني او انا مثلا كان عندي متنزه او عندي يوم رياضي، بعضنا طبعا بيتواجد على بعض النجيل او بعض الحشائش اللي موجوده في الملعب او في المتنزه الرياضي، فهنا الجسم بيلعق عليه او بيشيل بعض الافات، فبالتالي انا لما بدخل بيتي بدخل تلك الافات، فالمفترض اول ما ادخل بيتي او ابني المفترض يدخل على الحمام ويغير ملابسه، بحيث ان انا ما احاولش ان انا اوسع دائره انتشار الافات داخل المنزل. دي اساليب لابد ان انا اكون عندي علم بيها، وكل انا ما اخذت بتلك الاساليب بقلل تماما وجود او انتشار الافات داخل المنزل. برضه من داخل الامور اللي بتعمل جذب لوجود بعض الافات عندي في المنزل، وده غريب على بعض المستمعين، اللي هو وجود بعض النباتات والازهار في بلكونه المنزل. دي الازهار بتعمل جذب لعدد من الفصائل النمل، فانا المفترض برضه تتبعيني على الازهار بتاعتي وابدا اتابع هل فعلا بيتواجد عليها بعض الافات او بعض النمل ولا لا. برضه لاحظنا ان من خلال التجارب ان في بعض الحمام او بعض الطيور بيعجب بتلك النباتات، فبيقف على بلكونه المنزل بحيث ان هو يشوف هذه النباتات او الزهور، وتبدا تلك الطيور ترفرف بجناحاتها فتنزل بعض الافات وبعض الطفيليات اللي على جسمها داخل المنزل. وبعض الناس تستغرب ان المنزل يعني كلاس او جميل ويلاقوا فيه بعض البق او بعض الحشرات، ده نتيجه وجود بعض الاساليب اللي زي ما انا شرحت لحضراتكم بعض. يعني دكتور تعددت الاسباب وواضح ان ظهور الحشرات في البيت سبب مقلق او سبب يسبب عدم يعني الراحه في البيت. ايه طرق الحمايه او حمايه البيت من ظهور الحشرات او طرق التخلص من الحشرات؟ ما انا بقول لسعادتك، يعني انا دلوقتي من ضمن الطرق رقم واحد ان انا لازم ابقى واخد بالي
ايه سبب دخولي للقفه؟ القفه دخلت عندي من اي مكان؟ يعني مثلا القفات بتدخل من خلال النوافذ، او خاصه النوافذ اللي بتطل على المصائط والمصائط الداخليه. دكتور حضرتك يمكن تكون تحدثت عن الجانب المتعلق بالسلوكيات، لكن لو هنتكلم عن المبيدات او المواد اللي ممكن تحمي البيت من وجود الحشرات. المبيدات يا فندم متعدده، لكل قفه لها نوع معين من المبيد، وشركات المكافحه او الناس المتخصصه في هذا الكلام منوطين بهذا الامر. انما مركبات الدلتا ميثيلين، يعني فرضا لو اتكلمنا على الصرصار الالماني اللي اكثر انتشارا في البيوت المنزليه هو النمل، فعندنا مركبات الدلتا ميثيلين دي ممتازه جدا. طبعا في بعض الناس بتستخدم مركبات الخل، ولكن الخل بيدي فعاليه مؤقته، اول ما بيتبخر وبيزول تاثيره ما عادش ليه تاثير. فمركبات الدلتا ميثيلين نوعا ما امنه، فممكن ابدا ان انا اطبقها وابدا اشوف النمل بيدخل عندي من البلكونه الداخليه او من المصايد، فابدا ان انا احاول اقفل هذا الممر او ارش على الممر ده. يعني خدت بال ساعتك؟ تمام. طب دكتور محمد، استخدام المبيدات الكيميائيه طبعا للاسف الشديد الاكثار منها بيضر طبعا على صحه الموجودين داخل البيت، ايه الحدود الامنه؟ يعني استخدمها ازاي؟ بكميات قد ايه؟ وهل في مبيدات حشريه امنه يعني على صحه الانسان؟ فعلا يا فندم في بعض المبيدات امنه فعلا، اللي هي مستخلصه من النباتات، او اللي احنا بنقول عنها النباتات الطبيه والنباتات العطريه، ودي منتشره كتير جدا في باب الخال الناس المتخصصه يعني. ولكن انا بقول ان المبيد الحشري الصناعي هو امن لو انا طبقته بمعاييره، يعني مثلا انا ما يكونش عندي علم وابدا استخدم تركيز عالي، او لو تسمح لحضرتك احنا بنصنف المبيدات لنوعين، في مبيدات صحه عامه وفي مبيدات زراعيه. ما جيش مثلا انا اجيب مبيد زراع وابدا اطبقه عنده في المنزل، مش هيجيب التاثير. وكذلك انا لو خدت مبيد الصحه العامه وطبقته في الحقول الزراعيه مش هيعمل تاثير. ففي فعلا في مبيدات صحه عامه مشتقه من النباتات الطبيه ومنتشر كثير جدا في الاسواق المصريه، خاصه باب الخل او بعض الشركات المتعارف عليها، ولكل قفه لها نوع معين من المبيد. طبعا اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الباز، الاستاذ المساعد علم الحشرات الطبيه والبيطريه بكليه العلوم جامعه بنها، على كل المعلومات القيمه اللي حضرتك قلتها لنا النهارده. اكيد طبعا بنوجه له كل الشكر.